بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين في معرض وزارة الزراعة، يعني ده معمول في ظل توجيهات فخامة الرئيس ومتابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ده معرض بتاع وزارة الزراعة، الاسم بتاعه دائما خير مزارعنا لأهالينا. بتتميز معارض وزارة الزراعة في اللي موجودة في كل أنحاء الجمهورية، لكن ده المعرض الكبير اللي أقمناه هذا العام، يعتبر من أكبر المعارض يمكن على مستوى السلع الغذائية، حوالي على مساحة 2000 متر. احنا عندنا أكبر من حوالي 70 جناح بيعرضوا أكتر من 200 سلعة. زي ما حضرتك شوف احنا بقالنا حوالي 40 يوم شغالين، زي ما حضرتك شايف كده كل السلع موجودة، سكر، زيت، رز، بطاطس، خضروات، أسماك، ألبان، تمور، كل الأنواع، حتى في أنواع متميزة. عندنا تخفيض بيتصل من حد الأدنى للتخفيض من 20-25 إلى 30-40% عندنا، ويمكن حضراتكم تابعتوا وشفت الحركة على في المعرض على مستوى هذا الأمر. المعارض بتاعتنا بتشتغل بنفس النمط، إن إحنا أصلاً بنقلل حلقات التسويق. إحنا عندنا من المزارع، وبنشكر العارضين كلهم، السبعين عارض اللي موجود بأجنحة كاملة، كل الشركات المحترمة اللي موجودة معانا بتعمل هذا الدعم وهذا التخفيض لدعم المواطن المصري. توجيهات دولة رئيس الوزراء الأسبوع اللي فات كانت لنا وكل التجار إن إحنا لابد أن نأخذ في الاعتبار الجهود اللي الدولة قدمتها في دعم السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، وبالتالي نتيجة التطور الحادث لابد أن الأسعار تنخفض. وزي ما حضراتكم شفتوا إحنا يمكن دي رابع أو خامس مرة أجي أزور هذا المعرض وأتابع بنفسي التخفيضات، وأرجو أن أنتم برضو تتابعوا هذه التخفيضات على أرض الواقع. وإحنا مستمرين وبنسعى أن هذا المعرض يستمر لفترة أطول، عشان ده زي ما أنت شايف كده طلب المواطنين اللي انت شايفهم في المعرض بيطلبوا باستمرارية هذا المعرض، نتيجة ان السلع موجودة، حركة البيع زي ما انت شايف، التخفيض تخفيض حقيقي، كل الحاجات دي موجودة يعني.